اليانصيب الإسباني في أعياد الميلاد يعتبر الأضخم على مستوى العالم، تفوق قيمة جوائزه لهذه السنة ملياري يورو. التقليد يدعى بالغوردو دي نافيداد ويعود إلى 200 عام، مبدأه يقوم على سحب كرتين إحداهما تحمل الرقم الفائز والأخرى مقدار الجائزة. عملية السحب قد تأخذ نهارا كاملا. الطقس لا يقتصر على الربح بل يهدف إلى المرح أيضا، تقول مانويلا سيفلا مواطنة متقاعدة من مدريد. أواظب منذ 4 سنوات على الحضور بأزياء مختلفة، لهذه السنة اخترت زيا يشبه قفص كرة اليانصيب، على هذا يزيد من فرصتي بالربح. نتمنى أن يكون حظنا أفضل من العام الفائت. في وقت تعاني فيه إسبانيا من أزمة اقتصادية وسياسية بعد الانتخابات الأخيرة، تبدو عملية اليانصيب لبعض الإسبان مخرجا ممكنا ولو كان غير مؤكد.